مش ماشي من غيره والله. اول ما شاف صور الحاج محمد. بما ان حضرتك فتحت الفيديو اتمنى من حضرتك انك تصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام، تكتب في التعليق صلى الله عليه وسلم، عشان انا وانت والكل يستفاد ببركه الصلاه على النبي محمد. مشاهدي ومتابعي قناه الريف حياتي من كل مكان في العالم، اهلا ومرحبا بكم جميعا. النهارده يا جماعه احنا موجودين في سوق اللباني. صباح الفل، عامل ايه؟ عامل انت؟ قال بالله الصحه كروسان ده يا غالي. انا عايزك تصور معايا شويه. على راسي، على راسي يا غالي. انت عامل ايه؟ انا عايزك تصور معايا. تحت امرك. انا معايا شباب ولد عال. يا سبحان الله، نصيب بقى ما لحقش ولا حاجه. انت على راسي يا غالي. حبيبي 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 امام، عامل ايه يا غالي؟ صباح الغالي، كل سنه وانت طيب يا غالي. الله يرزقك، الله يرزقك يا محترم. هنتعرف النهارده يا جماعه على اسعار اللباني من داخل سوق بلقاس العموم الدولي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. عجل يا جماعه، اهوت مال من احلى المال يا معلم. حاضر يا غالي. كلام في كام يا غالي؟ مرض الله. كلام في كام؟ في كام؟ 13000. خليك في المضمون. 13000. حاضر يا محترم. 13000 صلاه على الحبيب يا جماعه، اهوت من داخل سوق بلقاس العموم الدولي. ايوه. حاضر يا محترم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عجل يا جماعه، هو الذكر اهوت من احلى المال ب 12000 ونص. اللهم صل على النبي. وناخد منه 300 حلال. 12500 جنيه يا جماعه. طبعا المعلم بيقول هناخد 300 حلال. 12500. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. حلوه، واعمل له 5000 جنيه. يلا خير. في رقم تليفون يا معلم تقول ولا حاجه؟ 010 99 94 3 9 3 9 02. اي حد يا جماعه محتاج المال الطيب دوت يتواصل مع المعلم، ورقم التليفون موجود في العرض. اقدم لحضراتكم يا جماعه تقرير عن اسعار اللبان. ربنا يا رب يبارك في المال وصاحب المال، ويبارك يا رب لصاحب النصيب. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم يا معلم. الاعمار، الاعمار تقريبا قد ايه اللي معاك دول؟ الاعمار الواحد 3 سنين. السعر كم يا غالي؟ السعر واحدة ب 10000 جنيه. ماشي يا غالي. بالنسبة لك ايه؟ بالنسبة لك ايه؟ ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم يا عمد. السعر كم يا غالي؟ 12000 يا غالي. اللهم صل على النبي. يا بلاش يا جماعة. 12000 صلاة على الحبيب. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. في رقم تليفون لو حد محتاج يتواصل معاك، ولا أنت هتبيع في السوق؟ ماشي، الله يرزقك يا حبيبي. الله يصلح حالك. 12000 يا جماعه، اهوت بقدم لحضراتكم تقرير عن الاسعار، عشان حضرتك لو نزلت السوق حضرتك خلفيه عن الاسعار ماشيه ازاي. على راس، على راس. طيب العجل واصحابه. حبيبي حبيبي، صباح الفل يا رجال. عشان ننزل على اليوتيوب. 12000 جنيه يا جماعه، اهوت مع المعلم محترم. ربنا يحسن شؤون ان شاء الله يا غالي. حبيبي ماشي. ابو حماد 12، ابو حماد قال لي 12500. تمام، 5000 هاته. حاضر. صباح الفل يا عمر. لا اهو محمد الشيخ. سيبنا على الطلاق. هي كانت مره على كده ولا ايه؟ البلد كله يا عم ابو الظروف. تعالى يا حماد يا سالم. كانت مره على كده؟ انت محمد يا حمزه. انا كلمه بالصوت. لا لا، اسعار بس. انا عايزين نعرف الاسعار. انا نصورك ليه؟ ما تجيبش وش. انا نصورك ليه؟ 14300 ماشي. 14300 يا جماعه، اول ربنا يا رب يبارك لكل الناس. دي معاك يا معلم محمد؟ دي معاك مع عم خالد. لسه بتاع الراجل ده اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. يا بوسعه، ربنا يا رب يبارك لكل الناس. تعال عطيه حبيبي حبيبي. هي كانت مرة على فين؟ شرب 6000. انا خدت حقي. احنا هنبيع الوقت للبلديات. هو الراجل بلديات كلك بحقه. بلديات صوروا وشرب 7500 لجنة بس ده. وفي بيع وشراء يا جماعة بكام؟ 65. وكيلك ربنا. وكيلك ربنا. بالظبط 67%. ولك وكيلك ربنا. ماشي بقى. خليك في المضمون كده. ماشي بقى. 12000 صلاة على الحبيب يا جماعة. مال من أحلى المال. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا رسول الله. نزلنا شهر. صباح الفل يا رجالة. صباح الخير يا عم الحاج. الأسعار النهاردة بما يرضي الله. الدنيا حلوة، قول الحمد لله. الحمد لله يعني؟ الحمد لله.
الحمد لله ربنا يستر. والحركه في البيع والشراء يعني نقدر نقول كويسه شغال. تمام شغال. شكرا لكم يا رجال. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ربنا يا رب يبارك لكل الناس. ازيك يا معلم؟ وفي بيع وشراء يا جماعه في سوق اللبن اهوت. اهو يابا خدك اهو على دماغك. ب 500 حلال. 500 حلال. 500 حلال. جيب ما توقفنيش. بيع وشراء يا جماعه. بس عم بقول لك التونسي انا يا جماعه. انا والله. والله والله يا جميل. يا عم والله حلنا 12000 يا جماعه. خلاص يا محمد. يا حاج والله من بايه يا حاج مش محمد. والله من بايه بقى يا عم. انا ما بحبش ايه عصام. هم شركات لي وانا ما بحبش ازعلهم خالص. تعالى انت لازم جالس تاكل حته كده. هم اخواتي والله. عم محمد شريك فيه. الله وكيل شريك فيه. بيع وشراء يا جماعه عند ابو طارق اهوت. كل حاجه على طاوله قلب السوق. عشان خاطر عصام الضغط. ده انت قلت عنده بقى يا محمد. والله عشان خاطر بيع وشراء على العجل يا جماعه مع المعلم محمد القلب السوت. والله ما حصل مني واحد. والله ما مني واحد. يا عم انا بدعي المحروف. والله مروح. يا عم محروف يا عم 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 يا ربنا يحسن سون ان شاء الله يبارك لك فيه. ما تربطش بك يا عم. اسمعكش ده اجيب لك شاي واجيب لك انا اكل حاجه. عمال يا حاج ايه ده؟ في ايه بشكل ده؟ محمد الشاي يا حمزه. في ايه؟ في ايه يا عم؟ الله يصلح ايه ده بالراحه كده. انت تروح تعيش لك الناس بتاعتك. لا هو دي اللي جينا ده. بقول لك يا حمار يا حمار. خلاص ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انت برضه يا سيدي يا وشيخ يا جماعه. انت حضرتك في رجلي تاني اول. ايه رايكم؟ جامد. خدوا كم كبير؟ والله يجيب لك سادة. والله ما فعل لحي محمد حرق ممكن في يا حمد. يا محمد ما عادش ينفع الكلام بقى. عادش ينفع اللغة بقى. هو انت راجل بتقول لي ب 9000 ب 8000 مش عارف. سيبه يا عم يقول. قول له حاضر ربنا. قول له حاضر ربنا لما تهبطوا. ازيك يا باشا حبيبي بابا؟ انتوا هتيجوا طلاب 2000 جنيه منك ليه؟ عليكوا على بلادكم. هم عيال تمشيحات حبايبك يا مصطفى. يا عم انا الحرام. يا مصطفى تاني تقعد تسمع ايه؟ عشان بس ما زعلوش. اسيبوا لي لو بقول بقى ايه؟ بقى اشرب افتح الله. اخر سير يا عم مصطفى جابوا كام بيرد الليل؟ قول له 10. اخر سير جابوا كام؟ اخر سير جابوا كام؟ احنا بعين امه وبنبيح. قول له قول له بقى على اخر سعر ايه؟ 10000 يا 14000. احنا مره صورنا السنه اللي فاتت جالنا الفقر بعد عمل لنا قعده دفعت 75000. هو فين؟ يا جماعه ايه قدام حضراتكم ايه؟ لا والله ما دي انت يا جماعه ايات. والبيع والشراء على وقت قلب السوق. والله ما احنا بايعين. والله لو انت 10000 مني بايع. والله لو انت 10000 مني بايع.
يا عم اسمع بس، محمد يا 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 محمد كلام يا جماعه فاهم صعيب، بقول واقف عليه ب 14000 بس الباب الشركه كان في ب 95100 9500 جنيه. شكرا لكم والى اللقاء في عرض جديد من يوم جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.